أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لحضور حفل استقبال العرس الجماعي الذي أقيم في قصر المشرف بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي برعاية سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله بمناسبة زفاف الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان على كريمة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، وذلك بمشاركة 108 عرسان من أبناء الإمارات بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد نقل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة تهاني وتبريكات حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله إلى الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان وتمنيات جلالته له بحياة أسرية سعيدة. من جانبه أعرب الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان عن خالص شكره وعظيم امتنانه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على تهنئة جلالته له بهذه المناسبة المباركة، مؤكدا ما تربط البلدين والشعبين من أواصر أخوة ومحبة وتواصل مستمر في جميع المناسبات، دعينا الله عز وجل أن يحفظ جلالته وأن يديم عليه بموفور الصحة والسعادة. وقد شهد سموه حفل الزفاف الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين بدولة الإمارات وعدد من كبار الضيوف وجمع من المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء سعادة الشيخ خليفة بن راشد وسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة لحضور حفل زفاف الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان في أبو ظبي مساء اليوم. ونقل سعادة الشيخ خليفة بن راشد وسمو الشيخ خليفة بن علي تهاني وتبريكات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الشيخ الدكتور خالد بن سلطان آل نهيان وتمنيات سموه له بزواج مبارك وحياة أسرية ملؤها الصحة والسعادة. وأعرب عن خالص تهنيهما للشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان وأكد على عمق ما يربط مملكة البحرين ودولة الإمارات من علاقات أخوية ووشائج القربة والمحبة. من جانبه أعرب الدكتور الشيخ خالد بن سلطان آل نهيان عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على لفتته الكريمة التي تعبر عن متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، دعينا الله عز وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه موفور الصحة والسعادة. كما أعرب الشيخ الدكتور خالد بن سلطان آل نهيان عن شكره وتقديره لسعادة الشيخ خليفة بن راشد وسمو الشيخ خليفة بن علي لتشريفهم ومشاركتهم حفل الزفاف ما يعكس عمق الروابط الأسرية والأخوية بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.